أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم أمن واستقرار الجمهورية السودانية الشقيقة، مشددا على ضرورة وحدة الصف الواحد بين جميع البلدان العربية. من جانب آخر، أكد معالي البروفيسور أحمد إبراهيم عمر رئيس المجلس الوطني السوداني على أهمية تفعيل دور التعاون البرلماني في سن القوانين البرلمانية والرقابية التي تخدم الشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات برلمانية عقدت بين مجلس النواب البحريني والمجلس الوطني السوداني، أكد فيها الجانبان على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط جمهورية السودان ومملكة البحرين، مؤكدين أن أمن ووحدة البحرين من أمن ووحدة السودان الشقيق. ورحب معاليهما بتبادل الزيارات البرلمانية وبالتعاون على مستوى المجلس والأمانة العامة وتنسيق المواقف في المحافل الدولية خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشددين على توحيد القرارات بين البلدين للتصدي للإرهاب والعنف ورفض أي تدخلات خارجية والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. بالعلاقة الوطيدة التاريخية العميقة الأخوية التي تربط بين جمهورية السودان ومملكة البحرين، هذه العلاقة طبعا اللي بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وفخامة الرئيس عمر البشير رئيس الجمهورية السودانية حفظهم الله. وأود أيضا أن أشيد بالمواقف الإيجابية للجمهورية السودانية تجاه أمن واستقرار مملكة البحرين، فدائما المواقف السودانية تعكس المحبة المتبادلة بين جمهورية السودان وبين مملكة البحرين. تطرقنا إلى موضوع الإرهاب للتعنمي كثير من الدول والذي يعانون الذي يعاني منه أيضا كثير من الدول العربية ونحن عانينا منه وكذلك جمهورية السودان، فأكدنا رفضنا القاطع لجميع الأعمال الإرهابية. وكذلك تطرقنا إلى أكدنا على تبادل الزيارات البرلمانية على مستوى النواب أو على مستوى الأمانة لكي نعزز هذه العلاقة بين البرلمان السوداني والبرلمان البحريني. السودان والبحرين إن شاء الله هما معا لكل ما يهم هذه القضايا، وقد أكدنا في هذه اللقاءات حتى الآن أن السودان رئيسا وشعبا وبرلمانا وكل أفراد الناس يقفون مع البحرين، خاصة في قضية الاستهداف الذي نشاهده من إيران تجاه هذه المنطقة وخاصة البحرين وغيرها من الدول العربية. ولذلك هذا التوكيد من جانب الشعب السوداني نحمل نحن ممثلو الشعب السوداني في هذه القضايا، هذا مقوى السودان وهذه أخوة السودان للبحرين وللإخوة في البحرين، ونحن إن شاء الله معهم سائرين على طريق أن هذا المستقبل لا بد أن يكون بأيدينا، وأن تدخلات من خارج المنطقة إن كانت من إيران أو كانت من غير إيران لن تفت من عدد القائمين على أمر هذه البلاد في الحفاظ عليها وعلى شعوبها وعلى حقوقها إن شاء الله.